السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس جديد في سلسلة Visual Studio بالعربي. طبعا إذا أنت طالب جديد أو أول مرة تشوف فيديو من فيديوهاتي، الأفضل أنك تشوف، بما أن هي هذه عبارة على دورة تدريبية كاملة، تقدر تلقى روابط بعض الدروس السابقة في صندوق الوصف الأسفل، وكذلك وسائل التواصل الخاصة بي إذا حاب أو عندك أي سؤال أو أي استفسار. وأيضا من الأفضل أنك تديش سبسكرايب أو اشتراك في القناة حتى يصلك الدروس الجديدة التابعين للسلسلة هذه أو السلاسل الأخرى المشابهة لها على علاقة بالبرمجة، زي الأندرويد ستوديو بالعربي أو سكول بالعربي أو أي سلاسل ثانية زي سلسلة الهام، أفكار ملهمة، أو سلسلة اليابانية بالعربي أو غيرهم. في الدرس هذا هنتعرفوا على الفائدة من قائمة أو خصيط الإعدادات في بيئة الفيجوال ستوديو. هنتعرف على فائدتهم أكثر من خلال الشرح، وفي خلال الدرس هذا هنطبقوا مثال بسيط أو هنطبقوا شيء بسيط حتى نوصلوا به فكرة الميزة أو الفائدة من الإعدادات أو ميزة الإعدادات أو خاصية الإعدادات في الفيجوال ستوديو بالعربي، ولكن بالإمكان تطبيق نفس المفهوم في مشاريع أكبر وأكبر جدا، ويعتبروا مهمين جدا وما فيش أي مشروع كبير يخلو منهم. بكل بساطة حتى نوصلوا فكرة الفائدة منهم حنديروا مثال بسيط. مثلا حناخدوا تكست بوكس اللي هو صندوق نص، خلوني بس نعدل الخط، اللي هي من قائمة بروبرتيز. في درس سابق طبعا تعرفنا على القوائم الأساسية أو المهمة في الفيجوال ستوديو وشن هم، فكذلك حنحاول نحط لكم لينك الدرس هذا أو رابط الدرس هذا في صندوق الوصف. فحنكبر الخط الخاص بالتكست بوكس بس حتى الكل يقدر يشوفه، 28 مثلا، إن شاء الله يكون كبير كفاية. فحندير ستارت حتى نبدأ المشروع ببساطة. حاليا ما درناش أي حاجة، بس ضفنا تكست بوكس في الفورم. اوكي تمام، حاليا اشتغل معنا المشروع. حنكتب اي رقم، مثلا خلينا نكتب 600 ونسكر المشروع، وحنفتح ندير ستارت من جديد. المشروع حاليا قاعد يفتح لودينج. تمام، نفتح المشروع تمام، لكن القيمه اللي كتبتها اللي هي 600 اختفت. في احيان معينه انت محتاج ان قيم معينة أو بيانات معينة تحفظها، وما تبيش تحفظها في SQL سيرفر اللي هي قواعد البيانات، وفي سلسلة خاصة بالـ SQL سيرفر. في حاجات مش هي جدول، يعني احنا مثلا عارفين ان الـ SQL سيرفر عبارة على جداول، يعني خزنة في جداول وبيانات. في أحيان أنت حابب تخزن قيمة واحدة مش جدول كامل، يعني أنت مش محتاج تدير جدول كامل على خاطر قيمة، أو يعني بالضبط، يعني هي ممكن تكون فراغ واحد القيمة تتجدد، لكن هي قيمة واحدة في النهاية، يعني متغير واحد او صندوق واحد اللي نحطه فاسته في القيمه هذه. يعني ممكن احنا نستخدم الاعدادات او الميزه هذه خير ما نستخدمه، او اصلا مش منطقي بتاتا انك تستخدم الاس كيو ال سيرفر. والاعدادات تقريبا ما فيش، او مش تقريبا، هي فعليا ما فيش اي مشروع او اي منظومه او نظام او برنامج كبير يخلو من الاعدادات، لانها يعتبروا مهمات جدا. نقدر نستخدمهم مثلا ان احنا نبغى نعطوا خاصيه تعديل اللون للمستخدم اللي حيستخدم في البرنامج، من بيش ندير لون ديفولت، يقدر يختار اللون اللي يبيه، وعمتى يتسكر المنظومة ويفتحها مش مفروض انه ما يجيش لون ديفولت، يفتح اللون اللي هو اختاره قبل ما يسكر المنظومة. فالشي هذا حنستخدمه الاعدادات حتى نخزن اللون اللي هو اختاره في الاعدادات، وبعدين امتى هو يفتح نرد اللون من الاعدادات للمنظومة من جديد. والتطبيقات اكبر واكبر، تقدر تطبق نفس المفهوم في تطبيقات اكبر. فحاليا حناخد الشي هذا حتى نفهم طريقة التعامل مع السيتنجز. يعني حاليا حنسكره هذا الفورم وحنضيفه بوتون. خلوني كذلك نكبر الخط حتى يكون واضح، او يكون الزر اكبر واوضح. حنختار 28 كذلك. اوكي، حاليا عندنا تكست بوكس وبوتون. خلوني نشغل من جديد للتاكيد. نفس الشيء حيجي فاضي، التكست بوكس حيجي فاضي، بس نضفت معاه بوتون كذا حاجه ثانيه كذا. حاليا قاعد فاضي. احنا نبغى امتى نخزن 555 على سبيل المثال، وندير بوتن 1 تنحفظ، بحيث ان نسكر ونفتح من جديد نلقوا ال 555 مجددا. كيف ندير الشيء هذا؟ حنمشوا للبروجكت، خيار بروجكت في القائمه من هنا، وحنختاروا اخر خيار. اخر خيار اللي هو اسم المشروع بروبرتيز. انا مكتوب سيريال لان اسم المشروع او البرنامج هذا انا مسميه سيريال،
لكن مثلا انت قدرت وعرفنا طريقه التسميه وطريقه ضغط مشروع جديد، اذا ضغط مشروع جديد كان وينز ابلكيشن 1 وينز ابلكيشن 2 او الى اخره. على سبيل المهم حيكون اسم المشروع بروبرتيز حنختاره هو اخر خيار ديما. ربما حيكون على ابلكيشن في البدايه الخيار، حننزلوا لي سيتنجز حنختاروا سيتنجز. حاليا فاضيه السيتنجز، حنجوا لي اول فراغ حنسموه مثلا نمبر، حنغير الانجليزي لان التعامل معه اسهل، حنسميه نمبر. وحنجي للتايب او النوع، حنختار في عندنا هلبة عن اساليب تعرفنا على بعضهم في الدروس السابقه، حنختاروا انتجر، انتجر اللي هو عدد صحيح، حيعطيني هنا صفر. تمام من هنا تمام. حاليا عندنا السيتنجز، خزننا حاجه في سيتنجز قيمه معينه اسمها نمبرز، حنديروا سيف ونسكره. حاليا نديروا دبل كليك على البوتن حتى يرفعنا للكود الخاص بها، حيكون هيك. ديروا دبل كليك حيعطيك هيك اللي هو بوتن 1 كليك. اذا درت كليك، اذا تم الضغط على هذا الزر شنو حنعطوه؟ اذا تم الضغط الماي دوت سيتنجز دوت اسم القيمه هذيك اللي هي نمبرز تساوي تكست بوكس 1 دوت تكست. شنو يعني الكلام هذا؟ يعني ان تكست بوكس 1 دوت تكست اللي هو التكست اللي عندنا هذا، الفراغ اللي فيه نبيك تخزنه لي في القيمه هذه، يعني اللي صار حيتم تعيينها بالقيمه الموجوده في اليمين. القيمه اللي في اليسار شنو هي؟ اللي هي الماي دوت سيتنجز الاعدادات الخاصه بي دوت نمبر اللي هي اسم القيمه اللي احنا خزناها هنا في السيتنجز. هنا تمام حاليا حتتخزن، لكن احنا نبو نجو هنا من الحاجات هذه اللي هي الادوات اللي موجوده في الفورم، حنختاروا اسم الفورم اللي هو فورم 2 دوت ايفنتس، وندور نجو للخواص نتاعها اللي هو شنو ممكن نديره معاه. حنكتب حرف ال ال، حيعطينا هلبة حاجات بحرف ال ال، حنختاروا لود اللي هو احنا شنو نبو يصير؟ نبو امتى احنا نديروا كليك على هذه يتم تخزين القيمه اللي موجوده في التكست فصل السيتنجز في القيمه اللي اسمها نمبرز، بعدين ماي دوت سيتنجز دوت سيف احفظهم. هنحفظهم، لكن امتى نفتح مشروع جديد؟ اوكي هما القيمه هذه موجوده في السيتنجز، لكن انا مش حتنعرض لي على التكست بوكس، فشنو نبو نديروا؟ نديروا تكست امتى اللي هو الفورم 2 دوت لو سكور لود اللي هو والفورم قاعد يتحمل كيف بينفتح. بمجرد ما نديروا كليك على ستارت شنو يصير؟ يصير انه تكست بوكس 1 دوت تكست، يعني تكست بوكس هذا القيمه اللي في اليسار هذه شنو حنحطوا فيها؟ حنحطوا فيها الماي دوت سيتنجز دوت نمبر اللي هي القيمه اللي على اليمين. حندير ستارت، حينفتح معنا المشروع، التكست بوكس فاضي. اوكي نفتح المشروع مكتوب فيه صفر، حندير مثلا 800 ثم حنضغط كليك وكأنه ما صارتش اي حاجة. لو نسكر المشروع وندير ستارت من جديد حنفتح المشروع، لكن حتكون القيمة موجودة داخل تكست بوكس. موجودة. مش حنكتر شرح أكتر، إن شاء الله يكون وصلكم المفهوم البسيط هذا وتقدروا وتكون استوعبتوه حتى تقدروا تطبقوه في نماذج أكتر. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالدرس هذا وكان بسيط وسهل بالنسبة ليكم وممتع أيضا. يا ريت إذا عندكم أي استفسارات أو أي إضافات تقدروا تحطوهم في الديسك في الكومنتس أو في التعليقات في الأسفل، أو تتواصلوا معي بتواصل بأساليب التواصل الموجودة في صندوق الوصف، وتشاهدوا أيضا دروس الموجودة الروابط الخاصة بها في صندوق الوصف ودروس ثانية حتى تزيدوا من المعرفة الخاصة بكم. إن شاء الله بالتوفيق جميعا، والسلام عليكم.